هذا موجز أخبار الساعة يأتيكم من قناة صلاح الدين الفضائية، أهلا بكم. التقى محافظ صلاح الدين بدر الفحل الدكتور صالح المطلق رئيس جبهة الحوار الوطني، والذي قدم بدوره التهنئة للمحافظ بمناسبة حصوله على ثقة مجلس المحافظة وإصدار المرسوم الجمهوري بتعيينه محافظا. كما التقى محافظ صلاح الدين بدر الفحل السيد رئيس حزب السيادة خميس الخنجر، الذي قدم من جانبه للمحافظ التهاني والتبريكات بمناسبة انتخابه محافظا. من جانبه أكد الفحل تصميمه على العمل مع كافة القوى السياسية والجهات الحكومية المعنية للنهوض بواقع المحافظة. وجهت عضو لجنة النزاهة النيابية سارة الصالحي كتابا رسميا إلى مجلس النواب تطالب فيه بتشكيل لجنة نيابية خاصة للتحقيق في أسباب رفع أسعار البنزين وتأثيرتها على المواطنين. كشف الناطق باسم وزارة الداخلية العميد مقداد ميري عن السيطرة بنسبة 98% من تهريب المشتقات النفطية خلال الفصل الأول من العام الجاري، ومصادرة 3.5 مليون لتر. طالبت كتلة الإطار التركماني رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بإلزام الوزارات بضرورة مراعاة التوازن في المناصب وإعطاء المكون التركماني حقوقه كاملة باعتباره مكونا أساسي ثالث في العراق. أخيرا، حيث أعلنت مديرية أسايش أربيل اعتقال عصابة من 3 أشخاص قاموا بإصدار جوازات سفر مزورة لإحدى الدول الأوروبية واستخدامها لاستئجار سيارات حديثة ثم بيعها بدون أوليات. الموجز انتهى، في أمان الله.